ننتقل الآن إلى اليوم الثاني عشر ويسمى اليوم النفر، يوم النفر الأول، سمي بيوم النفر الأول لأن المتعجلين من الحجاج لهم نفر من الخروج منها، لقول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات هن أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر في يومين فلا إثم عليه. من تعجل في يومين ما هما اليومان؟ اليوم الحادي عشر والثاني عشر، يرمي بعد الزوال ثم يخرج من منى قبل غروب الشمس. الرمي قبل الزوال للعلماء في قولان، منهم من يرى أنه لا يجوز الرمي، هذا قول أكثر العلماء قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحيل ورمى بعد الزوال، ومنهم من قال إنه ليس هناك دليل واضح وجلي في المنع، غاية ما هنالك فعله، والفعل يدل على الاستحباب، وبالتالي لا مانع من أن يرمي قبل الزوال، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، إنه لا بأس أن يرمي قبل الزوال، ولو رمى بعد الفجر من يوم الثاني عشر فإنه قد تعجل في يومين، لقوله تعالى من تعجل في يومين فلا إثم عليه. من تعجل يجب أن يخرج من ميناء إن استطاع، إن لم يحبسه مسير قبل غروب الشمس، فإن أعد نفسه للخروج وحبسه مسير فلا حرج عليه، يخرج متى ما تيسر له وانفكت الزحمة. طيب إذا خرج من ميناء ماذا يصنع؟ له أن يفعل ما يشاء. بس المتعجل كم مرة يرمي؟ ثلاث جمرات فقط، يرمي ثلاث جمرات، سبع اي نعم. بعض الحجاج يتوهم انه يرمي اليوم الثالث عشر الذي تركه، لا ما له علاقه، الرمي في اليوم الثالث عشر لمن بقي، اما من لم يبقى فانه لا رمي عليه. اذا تعجل وخرج اين يذهب؟ يذهب حيث شاء، لكن لا يخرج من مكه حتى يكون اخر عهده بالبيت، وهو ما يسمى بطواف الوداع. المتاخرون يبقون ليله الثالث عشر ويصلون فيها الفجر ويبقون حتى الظهر، فإذا زالت الشمس رموا الجمرة، ثم بعد ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر في المحصب، لم يصلي في ميناء، يعني تهيأ للخروج ورمى الجمرة وخرج صلى الله عليه وسلم المحصب. وهذا هو السنة للحجاج بيت الله، إذا وبهذا يكون قد انتهى الحج، وهو اليوم الثالث عشر، اليوم السادس وهو يوم النفر الأخير، بعده ماذا يصنع الحجاج؟ هل يلزم أن يخرجوا من مكة؟ الجواب لا، لهم أن يبقوا في مكة ما شاءوا، وانتهت أعمال الحج، لكن إذا أراد الرحيل إلى بلده هنا يقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. هذا الطواف، طواف الوداع، واجب في قول جمهور العلماء، وذهب الإمام مالك إلى أنه سنة، لكنه خفف عن الحائض حتى على القول بالوجوب، ويلحق بالحائض الذين معهم أمراض أو الذين لا يطيقون الزحمات لعجز أو كبر، فهؤلاء يخفف عنهم لأنهم في حكم، يعني في حكم ذوي الحاجات ممن يرخص عنهم في الواجبات، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومثله بعض الحجاج يقول ما تمكن، يعني جئت للحرم والأبواب مغلقة، لا أستطيع أن أطوف، لا أستطيع أن أدخل الحرم لاكتظاظ الحجيج هنا، وأخشى أن تفوتني الرحلة. هنا يقول يجوز الترك لأجل خوف فوات الرفقة، وقد أديت ما استطعت، والله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. هذا طواف الوداع، طواف الوداع يعتبر. هنا مسألة، وهي أن كثير من الحجاج ما يأتون إلى مكة في يوم العيد ولا يطوفون للإفاضة طواف الحج، ثم يجعلونه في آخر خروجهم ويقول نجي لمكة ونطوف طواف الحج ويكفينا عن طواف الوداع. نعم هؤلاء لابد أن يطوفوا، لأنه طواف الحج ركن، طواف الإفاضة ركن، لا يتم الحج إلا به. فهنا لابد أن يبقى حتى يطوف طواف الحج الذي لم يأتي به قبل، وإذا طاف خرج. إذا هناك طواف الوداع قد يكون طواف إفاضة، طواف الحج، وبعده يسعى سعي الحج احيانا، الا يعني ما يؤثر. هو طبعا من المهم من اخر الطواف ان يستحضر انه طواف الحج. جميل. ويكفيه عن الوداع، لان بعضهم يقول وش انوي وداع ولا انوي، لا هو طواف الحج، فبالتالي انوي انه طواف الحج ويكفيك عن طواف الوداع. واذا سعى بعد ذلك السعي لا يعيقه، لا يحتاج الى اعاده الطواف بعد السعي، بل يطوف ويسعى ويمضي.